تقليدا اليوم الوطني للسلامة الطرقية، كنشاركوا كل سنة في هذا اليوم الوطني للسلامة الطرقية بحكم نوعية العمل ديالنا اللي كيتطلب مجهودات باش نحققوا هذا الهدف المنشود، ألا وهو التقليص من عدد حوادث السير. من طبيعة الحال أنه كنتعاملوا مع سائقين مهنيين، سواء يعني كيزاولوا أو لا مقبلين على مزاولة المهنة، يعني كيجيو عندنا السونتر ديال مركز تكوين السائقين المهنيين، كيتلقاو كل ما هو كيتعلق بالسلامة الطرقية من قانون السير، مخالفات، جناح، القوانين التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالمركبات. طبيعة الحال أنه السلامة كتبقى أنها خصها تدمج في أي ميدان وأي أي حاجة، لأنه السلامة الطرقية كتحقق حتى نقدروا نقولوا الربح، لأنه ملي كنقولوا مثلا ملي كتوقع واحد الحادثة، هذه الحادثة كيترتبوا عليها خسائر، سواء تعلق الأمر بخسائر مادية أو خسائر بشرية. مناسبة اليوم الوطني للسلامة الطرقية، وحنايا بحكم أن حنايا طرف وفاعل في هذا سميتو بالنسبة للسلامة، ومن الحوايج اللي مهمة عندنا ومن الحوايج اللي خدامين عليها اللي عندنا تعتبر من الأساسيات ديال العمل ديالنا اللي هي السلامة. ولهذا حنا عندنا بالنسبه للشركه ديالنا كاين عندنا مركز اللي هو ديال مركز ديال التكوين، اللي فيه كنعطيو كنقولوا حنايا دوك الاسس اللي غادي يتعامل بها السائق من ناحيه ديال السلامه، وعاد تيجي العمل ديالنا حنايا كتقنيين خدمات في كنقولوا حنا في الريزو ديال العمل ديالنا، كنكونوا مع السائقين للتوعيه والتحسيس بالنسبه للاخطاء ديال السائق اللي كيرتكبها السائق باش يتفادى هذوك الحوادث ويخدم على السياقه. كما تنقولوا حنايا عندنا واحد ليموتكنيك ديالنا يخدم على ديك السياقه الدفاعيه السياقه الدفاعيه ووقائيه للحد من حوادث السير. والحمد لله حنا واخا كسميتو بالنسبه لنا حنا كشركه النقل ما عندناش نقولوا حنايا شي حوادث اللي هي كثيره، غير لان حنايا كمستخدمين طريق وكفاعلين في هذا الميدان هذا ماذا بنا انه السلامه نخدموا عليها من الحوايج اللي مهمه واساسيه.